سليمان الحلبي الشاب السوري الذي قام باغتيال كليبر قائد الحملة الفرنسية على مصر عام 1800 ولم يذكره التاريخ إلا بعدة سطور فقط. طبعا سليمان الحلبي هذا له قصة مع كليبر، حيث أنه كليبر كان مجتمع مع قادة ومهندسين في حي من أحياء القاهرة يسمى الأوزبكية في أحد القصور وهو مقر القيادة العامة للجيش. طبعا سليمان قام بالتنكر بزي شحاذ ودخل إلى القصر. طبعا هو داخل على القصر شاف كليبر وهجم عليه ووجه له عدة طعنات بخنجر عادي. هاي اللحظة انتبه الحرس على صراخ كليبر. لما اجتمعوا الحرس وجدوا كليبر جثة هامدة. استنفر الحرس وصاروا يدورون على سليمان الحلبي بكل المناطق المجاورة من القصر. وجدوه بأحد البساتين وهو حامل الخنجر هذا نفسه اللي قتل به كليبر. طبعا هذا الحدث سبب ضجة كبيرة جدا في القاهرة. كان الفرنسيين يخافون من قيام انتفاضة ضد الفرنسيين ثانية. لكن الأمر جرى عكس ذلك. بعد اعتقال سليمان الحلبي قاموا بإعدامه بطريقة الخزق، طريقة معروفة بالإعدام وهي أبشع طريقة إعدام. وإلى اليوم هذا يحتفظ الفرنسيين بجمجمة سليمان الحلبي وخنجره وكاتبين عليها بأحد المتاحف يسمى متحف الإنسان هذه جمجمة المجرم وخنجره. أنا برأيي هذا أفضل وأجمل وأروع مجرم في التاريخ.